صباح الخير أبو محمد الفلاحي، نحن بمدرسة ثابت بن قيس نعد برنامجا من أجل الاحتفال بالعيد الوطني. تحية لك يا أبو محمد الفلاحي وكل الطلبة الدارسين في مدرسة ثابت بن قيس، وأنا أتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى. عموما على ذكر المدارس والطلبة، طبعا الطلبة في الصف العاشر يبدأون يعني تدريجيا في اختيار موادهم، هذه المواد اللي راح بإذن الله تعالى تساعدهم في تحديد خياراتهم في المستقبل من ناحية سوق العمل. الطالب كيف يختار مواده الدراسية؟ كيف يعني يساعده ولي الأمر تحديدا لاختيار مواده اختيارا سليما؟ هذا أيضا دور مهم بالنسبة للآباء والأمهات وأولياء الأمور اللي يسمعونا حاليا. هذا سؤالنا اليوم في فقرة خبراء على الهواء. خبراء على الهواء. ننصحك عزيزي ولي الأمر، عزيزتي ولية الأمر، بالحرص والمبادرة على زيارة المدرسة والالتقاء بأخصائي التوجيه المهني بالمدرسة، والذي إن شاء الله سيوفر لك كل المعلومات المتعلقة باختيار المواد. وفي لقائك بالأخصائي نتمنى منك أن تطلب منه أولاً أن يوضح لك آلية اختيار المواد الدراسية، بمعنى كيفية اختيار هذه المواد التي سوف يختارها الطالب في الصفين 11 و12، وما هي العلاقة بين هذه المواد بعضها ببعض. اطلب من الأخصائي أن يطلعك على دليل الطالب ودليل ولي الأمر، وهناك نسخ من استمارات اختيار المواد الدراسية. دليل الطالب فيه كيفية الاختيار وكيفية التسجيل في البوابة التعليمية، وأيضا هناك بعض المطبوعات التوعوية المتعلقة بموضوع التوعية. ناقش كل هذا مع الأخصائي. في حديثك مع الأخصائي أيضا تعرف، ومع معلمي المواد تعرف على المستوى الدراسي والتحصيلي لابنك في المواد الدراسية المختلفة. ناقش ذلك مع المعلمين، ناقش درجات الطالب في المواد الدراسية بمختلف المواد الدراسية وخاصة في الصف التاسع، حتى تستطيع المقارنة بينها وبين ما سوف يختاره الطالب إن شاء الله بعد الصف العاشر. عزيزي ولي الأمر، ناقش مع ابنك أو ابنتك ما هي ميوله وإلى ماذا يتطلع وما هي قدراته، وخاصة قدراته الجسمية وقدراته النفسية من حيث التخصص الذي يتطلع أن يدرسه بعد انتهائه من الصف الثاني عشر. ناقش مع ابنك ميوله وما هو التخصص الذي يرغب إليه، وناقش هذا الموضوع أيضا مع أخصائي التوجيه المهني الذي بدوره يحتك مع الطالب في جو المدرسة. والأخصائي إن شاء الله سوف يطلعك في هذا المجال أيضا على البرامج والتخصصات التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي في الكليات والجامعات من خلال الاستعانة بدليل الطالب. هذا الدليل يصدره مركز القبول الموحد، فيه جميع التخصصات وجميع الكليات وشروطها وكيفية الدخول إليها. أيضا عزيزي ولي الأمر، عزيزتي ولية الأمر، اطلب من الأخصائي أو أخصائي التوجيه المهني أن يزودك بعناوين وسائل التواصل التي تم تخصيصها في هذا المجال من حيث الاختيار المواد واختيار التخصصات. هذه العناوين موجودة في المنتدى التربوي بالبوابة التعليمية، وفي الفيسبوك وفي التويتر والإنستغرام، وهناك برنامج آسك. هذا البرنامج يستطيع ولي الأمر من خلاله أن يطرح أي استفسار حول اختيار المواد وحول اختيار التخصصات بعد الثاني عشر، وإن شاء الله سوف يتم الإجابة على الاستفسارات. عزيزي ولي الأمر، عزيزتي ولية الأمر، فقط احرص على زيارة المدرسة وباستمرار، وبإذن الله ستجد توضيحا وافيا لكل ما يتعلق باختيار المواد واختيار ابنك للمواد في الصفين 11 و12. والمركز الوطني للتوجيه المهني يتمنى التوفيق لجميع الطلبة. سعاد بنت منصور الوهيبية، مشرف توجيه مهني، المديرية العامة للتربية والتعليم، محافظة مسقط.
أكيد نوجه تحية شكر لكل القائمين طبعا على هذا الموضوع في مسألة مساعدة الطلبة في اختيار موادهم الدراسية. ونتمنى بالفعل أن كل أولياء الأمور يكونوا منتبهين جدا بحيث أنهم يساعدوا أبنائهم في ذلك.